الرحمن الرحيم دمانتين وادي سروينا يا جودهان أرتدان وأرتد جامعة بناتر دقتها حارجينا أنا عد كيس فع ومقلسان برنامج كام حلو وطلق لي إني كل مان ديمان كا أم هرمود ككلية ده جامعة بناتر إيه أرتد جامعة أرد والبا وحوي دين دونا سؤال والبا إيه كتاعن أوروا إنه كوجا ده كلية ده كلا دقيسة أما أرتد كلا دكتان وحنجعلنا هاي إنا دويديسان كليدان وحا أي تهاي إي سيدا أي بلشيدة صوماليد أغو شاقيسو مرقارو حاس لسو دوينينا إنجينيركا أولادهو إنجينير يونس قليف علمي وإنجينيركا دينك كليدة إنجينيرينكا سيغا نوفا فاهين دونو وحي إنتاس كبحسن إذن كروا إذن سو دوينيا برنامج كينان وانوف رايان ما سنتا شكرا ما أردد وما سنتي برنامج كانا كسو قيب بشين برنامج كان أرطا وغورين وبرنامج أدمين الله I am a engineer. لا بي اتش دي غارسيي وكان دينيدا انت اسمع برناي ديبارتمنت سيفل لو يخان الكتريكال انجينيرينج سبيشالي قيت عن بطري وباور سيستم اناليسيس كا رينيوبل انرجي وخل يخان تمر طلاق السولار كا اما دبيشا وحيالاس دي انا غدو غل موضوع مانتا انجينير حواي حتى تصالي رضا ينسيو ورسو بلاو حالي تمر كان حافظ دادي ساحتي ساكا سوك عادي حالي يا بابا حقوه ريا خبطينا فهو هاي ويجي بي مرستي سولة بيستي بابور سوق عادتي حافظ دي التميت جامعة دي التميت مركز كبعين دي عاد مركز تماد دي عاد لكولان تي ميزيس يو معانك بروجكتر وطو كمبيوتر وطو مركز عيسى دي رميت ساتي صاحب كاقنا وعتي لا حريرتي انت صاحبك قال حريرتي عاد شفتي عيسى الدين كل ما تمان تاع كل اللي يدين سرعبين ميل وضفريستين انت سانك سو هذا دا شركه سيركا سو بنغي ما قف في الدي انجينير نا كدح مغطي بيها اتمانت استعمالي ست وحافظ هذا لوغو كيناي انجينير ساكا دمبير سبيشالي سيفل انجينيرز على جا سيفين إنجنيرز كنا وتقانين تكبري هذا السبب لكن ما شغل ده باور كصور عادي المكان كالي كثير كالإنجنيرين مخشوب بس وضبي أصامرتي يسديري يقابين تيدي يترافيك سيستم كيدي بسيفين إنجنير بسيفين إنجنير اللي هذا هو سي قيح دونا شو ما عدا يتمت بروجكت رادلات أركتي معنى كي شدني هاي أما لابتوب وتو ستيل واحد كده في إلكتريكال إنجنيرين، ميكانيكال إنجنيرين، يا كمبيوتر إنجنيرين. صاحبك جا وعطي كوميونيكيشن كيا سوق على إلكتريكال إنجنيرز كيا. على كل أنت نيسس كيا كوفة دي إيفريثينج. سو مركا إنجنيرز كيا أو واحد مجهو ده حريرة سن. ساعات دام وضمن. ميكروفون كاستعمالنا استعمالنا. كاميرا ده هدير تام نهر نجهر موقتة وبهين يسوي برنامج كا حصلاً من بلال الأرمادو إنجنيير هذا أسوأ جزء قال مركب قيتان كا إنجنيير محلي ولا لا أرى أسر كيس دان كبلا أرى لاتين أو يعني سن وحواي كليفرنس كف حريفة ما وحي قانا مركب قيتان كده دان جود بنو حلي ولا إنجنيير وتول أديك سدو ساينس كا ي حساباتك كاسو السمية something useful وعبدك أما problem جري نحلي مركا الله يا ساينس كا يا ماث كا سيدوك البرنامج كأنا هو في الستار بقى ساينس يا ماث الله بيكلم لكن ودنا كي مركا جوج محمق لي سام الرب ضم محلي إلى أفرت ما دو سنتيفيكا أفرت ما دو ساينس يا مجرت ساينس كواي physics ka wuxuu dhalaa chemistry ka wuxuu dhalaa biology saddex laas ma leeyahay math markuu wuxuu yahay math ku waa tool ka loo adeegsado science ka
سمركا إنجنيرس كمركا تول كاس ماث كاس ساينس كاس هي هذه كلها سو حاليا بروبلم أمو حسب أسس سارة سيدرت المركا هذه أنا أقول فرح صناعة كسر كل بيشين برنامج كان السؤال هذا خبتي نوع دونه هم غضان حتى هم بيروا على الفيديو إنجنيرو حاروا بس سؤال فيديو كقابل هذه اللي أقبلها يصور قلتها سؤال شكوات حاروا أنا سبب برديك سومالي الدنيا حال كذا الله يرحمنا كويدي خيبت إلكتريكات سؤال شكوات أنت بدل الدنيا دو كورنتوين كود ما مرت هوا ما مرت هي مرت أنا لك هوستيس على ذي هذا أدو ير سومالي يا كورنتو دو هي مريزا مركا أنا تاجنا لو متر كسوك أمهر متر كسوك مريزا باور هدو مر وجرايا روا إيمانا يا معلتك إيمان سمعونو جرا إيمانا قاعد دو خمس سنين دباتك إيمانس حركة عنك ساق صوفي عن قاعنتي صوفي عند كل كصوب بحاي قاعنتي وقوان أما خلو عنده كل كل لوانا بسوا كورنتا محا قرشها ودك سن إنجنيري إلكتريكا خذ بكاس سؤالش لو غير منك ويدي وحتى هاي وهم حي ميكانيكال إنجنيرين محي دتك وعراني خفتها ليش كل هذا أنا سوي دي سوا إلكتريكال إنجنيريس كوكوساب سن أنت الدنيا ده مركل الجوجو ترسميشن لاينس كمركل اللي هلا يو لا بقى يبغوك على بحواس إذا شكتي قيب دول كوستي دمران قيب نوحي مران كر قيب تمرت دول كوستي ده حلو جود تلاقي لي ميلها مجعلة ده تحديدا سيب برشة ده محوا هاي سيف تيجي دلوقة تحضره سدوا كلنا مجعلة بلعدي دلوقة فكره في لون ده سن الله لكن مركل اللي هلا أندر جراوند كمركل اللي هلا يو هرت مركل كواد وقالي وكقالي سنت هاي كور مركل هاي لا دول كيلا بيسو لجيحه هاي الربا وين كدي بدن تامر كلا قال الله أنا ضيع ترك صوت أمان تدي كورن تدق قلا كور هذا تاي ودريم كرت أنا إيش كقول لكن مركي دول كوستي مرة دا من عيك قلا ما دريم كرتي and سومالي مركا لجوجو هرتا إلكتريكال إنجنيريس كا والله جربا إني ش إني كتحدران بالشدة سمعنا سيف تيجا ترسميشن لاينز كا وحلو قلت لك على مسافة إن لقى قاعدة ضدك سيسن وقارنة لكن هذا شغلة صح حاجة عندك وهاي رجع عصتها شركة وين وين الدلالين محوها وحيالا بدهم يقبتين سنة بسنة تقدم بقيمة كون تدا يصير رقيس هذا لكن سدا سيتها إنه حوجها وحيالا بدهم وحام مكان سيف تيجا إيو حلاقي أبغى قرينة قبتها لقيا أبغى نف إديشة لقيا أبغى نهضوا حشكت قاعن قبنيس لكن نف إديشة كنت ضدي محو هاي سيغل بن الله استعماله سؤال شل بعد أيوه دي سي محل الله عرر مكانك الإنجنيرين مكانك الإنجنيرين فرتا كل يده آخر إن دتك برتان وحسبب واحد إنفيرمنت كده كل يده آخر إن حرمان وحسبب واحد إنفيرمنت كده هدي قفك مكانك الإنجنيرين أو برتا مقال كينا وقفك شقة كويه حلاقيه بوقف كلام طبعا قف وكل حكتين وكويري على وراي ديسك ده في مشاس أنا وقتي قدوم مركا أنت بدن دتك مركا وحبرنا يا قف كستوعر بوح أو برتين وكل شقيست لكن هدي سنجر وح كاجه وراي الشقات كور قبتيد هدي دتك كاهورين أتكور قبتيد حلاقيه بحوجا حلاك سنو على سكيمان كلية سيفن إنجنيرين كا حوجي كسرعتها محايلي مقال كيا كجوابه باهيدي كجرت مقال كده اسمه حوق له كوسعود ضد كبر كوي فانسين مركو حسيف الإنجنيرين هذا وين موقتها قيحتان مربان لكن إلكتريكال إنجنيرين ميكانيكال إنجنيرين قيحتان عرفتها لكن ولو بهنية صوت اللي هو بهنية واحد هاي دي وضن كمان تي أو هاي بروبلم يدو كجرو وكبحه ورشدا يا لكينا يا ورشدا صديق لكينا أون اللي هو يقف ميكانيكال إنجنيرين تقاني ننتو حب هذا الساعة الشركة دي كان صدور ورشدا هاس إني رأيت سدان قف ميكانيكال إنجنيير أو ضمك لك جنت. مركّب لبعض الناس ميكانيكال إنجنيير كجرتها. السلام عليكم ضمان وين سلام يا مركّب كواد على ما تسأله. مركّب لبعض حنوم مد إني إنجنييرز يا ضمان أنت سوا جالس أنت كل وين على لوجو مرّ على دري بدام أنت كل يدا. مرّ عيوب أيوب أحمد حسين راح نكسر على كل يدا شريعة قانون أما شريعة عنلو. إنجنييركو حراينا ويديو سؤاله. على دايدا براتين كلية إنجنييرينكا
مره برا واحد لوغو ماغاابو انجينيرين كونتراكتس ام با واحد قانون كو يقانو عقد المهندس عقد المهندس واحد الله هشيسك هشيسك منا واحد او دحمرايا ملكيله يقندراسله مارك هشيسكاس واحد اوغيهايا واجبات كدنح كستا انا سيده او قندراسل او فولنا صورك ام ارتيجكتركا مارك على الديدا او انجينيرينكا مالا برا مارك انجينير كونتراكتسكاس او قانون كيسيد او لابدان قفا حد احمرائي طلبات انا راح صدا اراوحتا محا كول يدو اما جامعة دا اوغا قرشيسا مارك اردي وكبحو كول يداس سواشكو هداك جوابو ما دو حاجر تلي رادو سيفل انجينير اللو اردي دا قاتان سميستر كسديدات ما دو اسا اردي دو حكو برتان كونتراكتيا دا اما قينونا دا يشيسيا دا يقلايان waxaan dhigay macallin low ayaa dhigay sidoo kale waxa jirta maad ka horeysa ay bartaan oo yiraahdo construction management oo maadadaas furwa marka dadka qaar waxa laga yabaa civil engineer low in magac kale u yaqaanin waxa kamida engineer ethics ayaa kamida magacsan loo yaqaan marka maadadaas way qaataan ardaydu waa la baraa ana maad muhiim u ah ardayda markay dhiganayaan sanadada dambe ayayna qaataan سؤالش الله بعد أيوة دي سأجيب أو أهت أردت أكمل إنجليزي بس جامعة بيشل إنجنيرين كا محاول كلية دو قد جن أما جامعة دو قد جن هرتا الحمد لله أردت أنت بدن كمل إنجليزي بس جامعة بنادر مقال كا سلمارك ويهلان شغالين على جاي عاد الركب أنا صاحب دي دو أنا خانة وأنا حصل صبرني كمبنية أي اللي قارن كمبنية أي وش خيان سوتها وحاء برتين aya hadda magaalka u baahan marka xaga shaqada ama shaqo helista wax dhibaato kama jirto assalamu alaykum marka hore in wa idin salaamay dhamaan bahal ka soo qayb gashay barnaamijka bidaaminta kulliyadaha magacaygu waa raqiis sida cali usmaan waxa dhigtaa kulliyada economic management department of public administration in engineerku xawidin laha waa maxay caqabadaha ay la kulmaan engineerska markay ku jiraan shaqadooda qasatan engineering Soomaaliyeed su'aashan horta su'aasha raqii weydiiso su'aal muhiim ah jawaabteedan waqti fara badan ay qaadanaysaa waxaan rajaynayaa inaan si fiican u kala dhigdhigo engineeriska horta caqabado fara badan way la kulmaan especially markay fieldiga barteen ama ay ku shaqeynayaan caqabadaha ugu horreeya waxaa kamid ah socialka bulshada tusaale yar haddii aad aragtina warshad meel ka furatid oo hay waxay rataa qabato warshadaas aan meesha ka furanaydid waxaa laga rabaa dadka degan bulshada meeshaas ku nool ayaa waxaa laga rabaa inaad ku qancisid meeshaan inaad warshad ka furanaysid guux fara badan imaanayo carbon dioxide fara badan imaanayo maxaa yeelay booska kugu dhegan maanta haddii aad warshad laga farto waxaa laga yaabaa booskaaga qiimihiisii inuu hoos u dhaco soo marka bulshada marka horta qancintooda xaggaas caqabad ay ka timaadaa mararka qaar oo ah inaad qancisid midda labaad waxaa ka mid ah caqabadaha waxa la yidhahdaa budget constraint budgetkinu xadido tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ninka injineerka inuu contracti qaato contractigaas uu qaato marar badan waxaa dhacdo isagoon hal dollar helinba inuu ka lugay shaqo uu sanad waday ama sanado u waday ayaa waxaa laga yaabaa inuu ka lugay waxaana laga rabaa shaqadaas inuu u qabto sida loogu talagalay heshiiska uu ku talagalay quality-geedii awooddii meeshii uu dhisayay waxyaalahaas faraha badan marka caqabadahaasna way jiraan oo xagga budgetka waxa laga yaabaa heshiisaa gashay inuu marketkii qiimihiis u siyaado waxaa ka mid ah hadda covid-19-ka tusaale yar hadda aan isu qaato nin injineer ah saaxiib aan ka warayay wuxuu qaatay contract ayuu qaatay xilliga covid-19-ka uu bilaabanayay covid-19-kii hadduu dhacay wax walba qiimeheedu way siyaadeen ninkiina kama dhaadhacsii kartid stakeholderka ahaay qiimihii way siyaadeen sababtaa marka wuxuu ku leeyahay maba aqoonin baa sheegaan wax la gadaayo haddana wax la gada kama warahayo soo inaad qancisid aad geysid meesha awal dadkii aweydi aad u sheegtid meeqa awal la gadi jira hadda meeqa ku siyaadee marka caqabadaas horta way jirtaa marar badanna way dhacdaa oo wax waxaa waa injineeriskeed ahaan waxaan ku qaata lesson qodobka kale waxaa ka mid ah communication issue dadka aan la macaamileyno
sida aan sheegay waxay ka kala imaanayaan fildhiyo kala duwan. Tusaale ahaan biomedical engineer haddaad tahay, qalab caafimaad haddaad samaynaysid, waa inaad taqaanid cudurka aad u samaynaysa qalabkan. Haddii aad samaynaysid wax muxuu ahay loogu talagalay wadnaha in lagu baaro laser ama qalliin in lagu sameeyo, laserkaas aad samaynaysa qalliinka lagu sameeyo, dhibaato intuu la-eg ayuu sii geysan karaa. Waa inaad taqaanaa. Waxaa laga yaabaa haddii aad gelaysid heshiis dhismo ama heshiis maalgashi ama waxyaalahaas wax lamid ah, ninkan waxaa laga yaabaa weligiis inuu dugsi saraba soo marin. Sidee ula macaamilaysaa? Isla macaamilkaas ayaa injineeriska xataa naftirkooda markay ka kala yimaadaan fildhiyo kala duwan ee dhibaato ka jirta. Tusaale yar, waxaa laga yaabaa in la dhisayo stadium. Stadiumkaas waxaa la rabaa korontadiisa inay solar laga dhaliyo, solarkaasna kor la saaro. Tusaale ahaan, waxaa la rabaa stadiumkaas inuu qurux badan yahay, oo waxaa shaqadaas la wareegayo nin architecture ah. Stadiumkaas waxaa dhisayo nin structure ah, korontadaasna waxaa gelinayo nin electrical engineer ah. Ninka architect-ga ah wuxuu ka fiirinaa qurux, wuxuu ka fiirinaa he doesn't care muxuu ahaay structure, he doesn't care electrical. Ninka electrical-ka ahna wuxuu ka fiirinayaa isagana cadceeda. Waxaan ka faa'iidaysanaa 6 saacadood maalinki, markay soo baxayso iyo markay dhacayso. Haddii stadiumka sidan loo dhisay, soolarkii inta bisaa ku dhejisay, subaxii hore oo dhan ma haysatid wax cadceeda. Haddii sidan loo dhisayna, soolarkii dhinacaa saartay, galabtii waqtiga dambena cadceed ma haysatid. Structure-kii meel aanan geli karin structure ayuu ninkii wuxuu saaray naqshad qurux badan. So isaguna wuxuu leeyahay meeshaan ma isqabanayda. Marka iyaga naftirkooda waxaa looga baahanyahay marka inay dib u fariistaan, ay isweydiiyaan muxuu ahaay adiga maxaa rabtaa, see wax u rabtaa, adigana sidee wax u rabtaa, adigana sidee wax u rabtaa. Markaas kabacdi waxaa imaanayo fikrada, ayaa imaanayo fikradaas ayay wax ku sameynayaan. Marka injineeriska dhexdeedana caqabad waaye, socialkii bulshada dhexdeedana caqabad waaye, communication-kiina waa caqabad kaleeto, budget constraint-kaasna waa caqabad kaleeto. Caqabadaha marka way fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah waxyaa dhiseydaa environment-igiin inaadan dhibaato u geysin. Waxaa laga yaabaa guriga markaad dhisaysid dariiqan inaad xiratid, ninka kaasoo horjeedan inuu ku yidhahdo dariiqa maxaa iga xirtay, adigana aadan haysan meel aa alaabtaadi kala dhigatid. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa mahadsan yihiin ardayda kuliyadaha kala duwan ee halkan bidaabinta kuliyadaha kasoo qayb galay, sidoo kalena waa mahadsan yahay diinka kuliyadda engineeringka oo maanta ku casuuman bidaabinta kuliyadaha. Haddaan magaciiga waa Maxamed Cabdi Xasan, waxaana ka socdaa kuliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir. Haddaan u gudagalo su-aashayda, waxay tahay marka la joogo dalka Soomaaliya, waa dowlad hadda soo kabanaysa, dhaqaale ahaan soo kabanaysa, structure ahaan soo kabanaysa, security ahaan soo kabanaysa, oo dhinac walba ka soo kabanaysa. Kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladdeena maanta aad ay u hooseeyaan. Waa maxay marka doorka ama kaalinta ay ku leeyihiin engineeringka horumarinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyaradan oo shaqo la-aanta daahsatay oo magaalada oo Muqdisho hareereeyay? Haddaa ku darsada hal su-aal oo kale oo ah, ma jiraan researches oo ka madax banaan thesis-ka ay ardayda sameeyaan oo lagu qalinjibiyo ee sameysa kuliyadda engineeringka ee jaamacadda Banaadir, oo ayada oo taas oo sabab u noqon karta in aqoonta bulshadana ay sare u qaado oo fikradaha engineeringka laga qabo oo fikrado positive inay bulshada ka qaataan, sumcadda jaamacaddana ee kor u kacdo oo jaamacadda kalsooni buuxda ee bulshada ay ku qaata ay ku qabaan jaamacadda? Maasan tahay su-aashu Maxamed na weydiiyo. Injineeriska door dhaqaale intee la-eg ayuu ku leeyihin? Tusaale yar, wadamada ugu qanisan dunida loo yaqaano G7-ka waayo sababta loogu magacdaray G7-ka. Su-aasha saddaad idinkaaga jawaab waxay tahay oo wadamada ku horumaray industrialka. Soo marka waad dareemi kartaa more industrialization aad noqotid, more dhaqaalahaaga saro kac u sameeya. Waa shaqo abuur engineeriska halkii contract ay qabanayaan intuu doono hala ekaado,
waxaan ka hadlayaa contract soconayo ugu yaraan bil waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan dad gaaraya 20 qofood hadday ugu yaraato 20 qofood shaqo loo abuurana waa wax muhiim ah haddii warshad la sameynayana ka badaranba laga soo bilaabo HR-ki lagu geeyo muxuu ahaay qoladii marketing ka sameynayso oo alaabta qaybinaysa engineers-ka marka wadan walba horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay inta engineer ee u soo baxda sanadkaas iyo qaybaha kala duwan ee ka kala yimaadeen haddii noqon lahayd engineer ku takhasustay qaybaha caafimaadka engineer ku takhasustay qaybaha society-ga engineer ku takhasustay qaybaha korontada engineer ku takhasustay qaybaha computer-ka soo marka inta engineer ay soo baxda ay wadanka muhiim u yahay engineers-ka marka shaqooyin badan way abuuraan any project kasta ay qabanayaan nooc doona noqdo intaas oo shaqo ayaa la abuurayaa tusaale ahaan waxa ka mid ah guriga la dhisaayo meel qof ka shaqeysa ma xisaabsan gurigaas oo dabaq noqdo ka waran ma sii xisaabsan haddii magaalo la naqshadeynayo ee tahay oo sida Daarusalaam oo kale marka la dhisaayo kaleeto meel qof oo shaqo abuur u sameysa iyaguna ka sii badan tahay marka engineers-ka marka shaqooyin badan ay abuuraan su-aasha labaad ay weydiisay research ka madax bannaan ma samaysaa kuliyadda engineering-ka haa macalimiinta kuliyadda ayaa waxay sameeyaan researchyo ku saabsan hadday noqon lahayd climate-ka dhibaatooyinka u geysano hadday noqon lahayd transportation-ka dhibaatooyinka ka jiro iyo qaababaha qaabka solution-ka loo heli lahaa tusaale ahaan research waxaa jiray mar dhow maalmo dhaweed oo soo bandhigay nin engineer ahay isagoo u kala qaaday solution-ka long term iyo short term short term-ka waxaa ka mid ahay solution iskeeda traffic lagu xalli karo in la sameeyo traffic signs wax waqti badan qaadanaya maaha long term-ka in wadooyin badan la dhiso waqti waxay qaadanaysaa qarash fara badan budget fara badan ayay qaadanaysaa research-ka ay qabtaan engineers-ka waxaa ka mid ah water quality-ga magaalada Muqdisho waa ka warqabnaa waxaa jiro meelo aan biyaheeda la cabi karin hadda meelaha u dhow dhammaan badda ama degmooyinka u dhow badda dhammaantooda biyooda lama cabi karo qaar waxaa laga yaabaa boosaneerkan uu dhowyahay qaar baddiina u dhowdahay marka wax fiicanna maa marka engineers-ka marka waan qabanaa research-kaas waana sameynaa sidoo kale waxaa jira conference mar dhow qabarno aan kaga hadli rabnaba ilaa iyo 4 tiim oo ku saabsan caqabadaha ka jira haddeertaan la joogo magaalada Muqdisho بسم الله اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلي سلامي سيدو كلا انجينير كو سلام يا يو جامعه او بداميتا برنامج كان يكون قدس اي كليده مغايغه هو احمد محمد ابراهيم انجينير يونس خليف لو سؤال وتا لو سؤال ان وتا وهي تهي وا ما هي waxa u horeeyo oo loogu baahan yahay qofku rabo inuu noqdo engineer su'aashii labaad haddii aan u gudbo qalinjabin kadib ardayga waa maxay waxyaabaha ugu horeeya inuu sameeyo mid oo maasan tahay labada su'aal ay weydiisay keliya horta ma qusayaan engineering waxaan rabaa si fiican inaan u bindaamiyo labada su'aaleed maxaa yeelay dadka bulshada soomaaliyeed dhan ayaan ficisaa especially dadka waxbarta fildiga hore baa ka yimaada qofka qofka marka koowaad uu wax baranayo waxaa looga baahanyaha waxay tahay ka go'naasho wax la yidhahdo waxa aad baranaysid iyo kaa go'an tahay haddii waxa aad baranayso lagugu soo qasbay ma baran kartid midda labaad waxaa laisaga baahanya waxaa ka mid ah dulqaadka waa muhiim waxa aad baranaysid waqti dheer ayay qaadanaysaa 4 sano 5 sano 6 sano inay ka badato ayaa laga yaabaa 10 sano ay kula gaarto dulqaadka loo baahan yahay midda saddexaad oo loo baahan yahay waxaa ka mid ah tala saarasho alle waana mid muhiim ah tawakal cala allah marka qofka engineering rabo marka isaga marka laga hadlayo maxaa looga baahan yahay qofka la rabo inuu engineering barto waxaa u sii dheeraada isaga inuu qofkaas yahay qof ku wanaagsan xisaabta qof ku wanaagsan sayniska markaa leeyahay haddii uu sifil baranayo inuu fysikiska ku wanaagsan yahay electrical haduu baranayo fysikiska inuu ku wanaagsan yahay chemical haduu baranayo chemistriga inuu ku wanaagsan yahay haddii uu baranayo
إنجنيرين كله حليه بايو إنجنيرين كا أما بيولوجي إنجنيرين وحليه هذا إنه بيولوجي يكون أكسية. مركب قف كبرنا إنجنيرين كحلوه بعدين حتى كجناشة دلقات ثلاث سارشة إنه ساينس كحسابات يكون أكسية. قف كنت أصلا قلت الله. بف أفتر مركب أوبرت. هذا أفتر كأنت سئمانين. ضيورين أنت لو جد جرو اللي جوابه مهمة. مرة بدنا تذكر أول شيء أنت أديجنيس برشدة أيوة حلا جارب أنا أديج مجالك إزجيس مثلا أضعت كمبيوتر ساينس حلا جارب أنا تسمي ستيد بيج كاسو عاد نقشات كسو بندقيس فوتوشوب عاد استعمالي إلستريتر استعمالي ست أضعت كتوسيس دو حقبة كرتيد فيديو قاسمي كرتيد هدي أت سيفل إنجنيير أتاي نقشدي هنا صوب بندق كرتي، وبيج كاسة نقشد هذا بعصب عصو سعر كرتي. محي كاسة عينيسة، وحي كاسة عينيسة، بريت مركي قف حب هذا، إلا يري هذا كرتو، شخص كان بيج كيسة بوقه وحوق قبط فيه. هدي عاد عفمات برنيسيد، هدي عاد شريعة برنيسيد، وين عاد كهذا الشاء الدلوين كي وحيال عص. سو مركي أرضي ذا مركا شام عاد بنادر، ما أرضي ذا الصومالي، أو إذا الميل والبقي جوا وحن كلت لنا يا. في اللي جاي أنت كوك جد جرتيد وأنا أديك ماركتين سكوي إيشا ماركا من كذا جواب رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ود السلامة أرتا حاربا إن هذا أمهات سنتين إن أنا قصود لو يسمى برنامج كانوا أد وناكسن سؤال شيء ذي حاواي ما هي التطورات الجديدة في الهندسة محاواي وحيابها عصب كسو سياديين هندسة إنجنيرنكا. سؤال شيء ودي سي حيا لا عصوب إنجنيرنكا كوسو سيديين بالشدة وقتها ضمن محاكم ذا. حيا لا ويبدين حيا لا هو وين الدا هالي اللي بكتها في محاكم ذا. حنلو يقان artificial intelligence كذا. سدا self car driving. قاري كل جيس سودا. نصوص على الجوجل يستي. حيا لا محاكم ذا إن ما أنت ضيع إلا بغضي. حيالها وحكمله حلي هذا مشين لينين ولو قلت لك على سدا هذا داركتين وحيالها هذا صوب حلو يقان جات جي بي تي وإني كويشن كست أدوي دي سي كا جوابه وحيالها عصب إنجنيرين كيسو سارين وحيالها سو حكمله حلو يقان إنترنت أوف ثينكس أي أو تي سلمي ذا وحلو يقان إني ذا نكور هينين وحلو يقان 3D برينتين إن قلن كان ما بوجام لبرينتر غريبة. سيدو يه لبرينتر غريب. كمبيوتر كارلو سمينا سيميليشن كا. مركز كبعدي 3D أهانا يا لبرينتر غرينا يا. حيالها إيسو صارين أو هذا إنجنيرس كا. ومهم سنا يكمل هاي. وحكم ده رينيوبل إنرجي. أو إيسو مدة عين نقاني. فالصاد درتان لسي عصري. سيدين لقديك السولار كيو كليته مور إيفيشنس إنه لقديك. حيالها حكم ده درتان مدى مع عدة إيوريكتو. مالين كميشة كسب حدا دين عيدا كلا يقول عضو منكو حالا سمي واحد هذا تراكن سيستم اللي هو حرا اللي هو برنامجيو اللي بلوريك ستة عدا عدا سلوا هلا مور سولار إنرجي الله هلا وحيلا هذا وحيلا عجيب كلا ولصوص صاروا حكم ده وحلو يقانو حلو يقانو ميموري كاسو مرنب بحسميني وحنا لقسمي دي إن إيه waa waxyaalaha hadda soo saaray waxyaalaha hadda engineeriska ee raadinaya waxa kamid ah yasaynisyanada wax loo yaqaan superconductorka hadii xal fiican loo helo koronto badan oo dhumeysa ama waxyaalo badan oo loos ku dhaco ay yaraanayaan marka engineeriska waxyaalo badan ay soo saaraan marka aad ay fududaan iskuwada weydiina waxta engineerka bulshada dhexdeeda waxa jira guux ah in waxyaabo qaladaad ama waxyaabo negative ka aaminsan yihiin kulada engineeringka engineering marka laga hadlo waxa jira qaladaadka ee bulshada ka amsan inay taa kulidan kulid aad u adag oo waxa la barakeenay taa marka bulshada dhexdeeda waxa jira sanad walba arday badan oo soo baxay dugsi sare ka soo baxdo markay ka soo baxaan jaamacadii markay galaan badana waxay galan kulidan economic iyo waxay galan medicine health science u badayeen marka sidee fikirkaas qaldan ee bulshada aaminsan taa looga bixi kara looga janqaadsi kara injineero cusubna loo soo saari kara oo
فكر كات خلدن أي بالشدة مسنين سعيد وكم عصنت زواجها وديسي كلية إنجنييرك كلية ما هو حيال على جاي مسنين كلية قلت كلا جاي مسنين أرد يا مركم مدي سين قالوا حلاقي أبغى أني يرادو سلام سلام سنة كوكو حقيني يرادو حافظ ضدك جو كلا ضر أما داوي هذي أو برتو إلكتريكال إنجنيير اللي يرادو كرنت حافظ كلا قلي سيفل إنجنيير دو برتو اللي يرادو كلا سقف كرة سمي أما لس وعسكر نغطي وح محو هاي وحنا كيني سوحي تأقون يريس كجرتي يوا يعرقنا مركو وح لقى بحدونا وقت جينا قاعدنا يسها ما أذكتها وح أذكرت مجرو وح والبو ولا بركرا لكن وح جرت الربيتان هذي مكاجو أنت أنا برتيد هذي كاجو أنت أنا برتيد وبرانكرتها هكوجو قاعدت أفرت السنة إلى قاعدته هكو قاعدت سديت سنة هكو قاعدت طبعاً سنة ربيتان كايجو كحرنتها شيء أبرني سوح أيين ومدة لبعض حسابي أضيق أيال لقى أمسين يعني قتري جنرين كحسابته وح أبرتان وح تاي وقف فهمان كونسب تيجي وح صعدة تعالان أنا إلكتريكال إنجنيير أنا هاي كورنتو ما أركي كرا كورنتو صعدت ما أركي كرا سي أنفيشوال أصلاً هست كورنتو صعدت أنا واركو وحنو بحنا الماثماتيكس يشرح هاي مركب ماتك أنا فهمنه كونسب تيجي ونقد عيا إيه إيه سيد وشغله فلكتشويشن دي سيد إنه وشغله دايركت كارنت وحدا عاي ريزيستر كا فولتج كا باور كو حسب دلعي وفهمينا مركب واحد تاي وح أنا استعمال التول استعمله سي أنا وحوق فهمنه أنا وقصعنا لكن أنا مني ندر حسابي هنأه مني ماتيش يعني مني لكن حسابته استعمله حساب أضجوا استعمله ترى ذيك بلطه لكن أنت قول كين وحويها إنه كوف فهمنه كونسب تيجي صوصه السلام عليكم برنامجك وبرنامج آد وفي عن ودتك وحكسي براين سيد هادر أستاذك شاجد سؤال شيء ذو حاوي سؤال أو بدن كدتك إسويديان سيد الدمر كأي سؤال أو حاوي جنرال إيه مركا إنجنيير لقى هاللو بدن كدمر كأقوم بدنه سبب أو نوع عبسي ما كجفته مسا أو وح أو دمر كفيل دهن أو معي السبب تا إنجنيرين كويريين قبله سؤالها صرت جوابتي ده لبقى بدو نغني أدون كمرك اللي جوجو دمر كوكو ما يرى كالين حيوك بدن انجينيريس كاكيستان سبيشالي سيفيل كا أيو بدن دمر كا إني برتان لكن مركي أن جوجنا صوماليا ها دمر كوكو يريا وحكينا إذو وحي تاي وحي آنا لأغين وحايجين يدد كيوك آمين سن أما إيكا هستان ديفينيشن غلدان بعيكا أمسين دتك وحلاقي يا بعيكا أمسين شقر رجعت وأنا صح شقر رجعت ويت هاي لكن وحكلو جرت إنجنييرس كمرك رجع الله يه وتيم أوف ووك واي دمرك كالمة فرب بدنك جيستان سبيشلي مركي نقشدين توكل رجع الله الله يه دمرك مهم مركي لكن دتك وح الله يه هاي سوماليا سببتها وجود يرتها إن قبلها برتان وحيت هاي وحلاقي هستها ستيل هو هاي جواب خلدن أنا فكرت خلدن يا لقى هستها مدى صدتك أنت بدن سنكون برارك سنين إن قبلها بركران إنجنييرينكا إن أفضل دينا برتان السلام عليكم ورحمة الله معي وإبراهيم تحكيم مرسمة مقورش حسلامة برتدي برنامج إنجنيير يونس إذا ديا برنامج شكري شو أشياء ذو حال نقلنا إنجنيير حد حاولنا ما إنجنيير ذلك إن صوب بدن عيان لكن ستيل حاجة الجودهان مكافر إنه بالاستاذ محوقة بخلنا برتان إنجنييرينك نويدية أرديه أنت بدن ما بقولش أنت بدن نحيي وقع على ران إنجنييرين من بريطانيا حيال الله وقع على روحه كمل أرتاح حيال عدتك أنت بدن إيه كأي مسين ومس كونسومشن كله يق قفك على جاي بقى إني أصور أنت هاي مركو إنجنيير نقرأ إنه فوند نقرأ وكأي مسين عدتك أنت بدن قارد دي برنامج إلكتريكي على كأي مسين إنه بعلى السوق هذا ناي أو كرنت أوفولا يا sidoo kale to waxa kamid ah inta badan dadka ma jecla dibka engineeriskan hall weyn ay qaftaan markay special wax baranayaan waxaa laga yaabaa inay aragtid imtixaan oo bin buug ah waxaa laga yaabaa inay aragtid xisaab farii ka badatay sababta language ka ku wada hadlaan engineeriska waa qayb kamid ah mathematicska marka cabsida marka waxyaalaha keenaya waxa kamid ah inuu qofki uu sirribin dibka أما قفكي وحلقيها بقى إنو يقانو ديبكي كورها يو
بس وكه يستوى ديفينيشن قدام وواحد وكه يستوقف كم ساعات وحو فيرنا يا والد كيسو كلو ايجا يا حلي هاي أما واحد لقى بينه طريقه وكو أركو من فونديو إنجنيير لوجو عاي أما محو هاي نفرس ميقانة وإنجنيير لوجو عاي مركب ما أنت روح أركه ضد كعنت وح كل الجرو لب برنامج شو ذا لكن إنجنييرس كم أهانساس إنجنييرس كوا ديزاينرس واي وين ديزاين غريان وين نقش غريان شغلة مركز كبعدي ضد كقبنا يا قعنت وقلت شو مركب السلام عليكم مجيء وعدنان عمر محمود كان من أرضي كلية علوم تكنولوجيا وكمبيوتر ساينس سؤال شاق وحواي سيدي ولو معامل عندك ستيك هولدرز سيدي شرعي دجيالك بلشادة يورغنسيشن ندا أن دوليك أهين عقبضها يستمرك الجوغان فلدك الشخضو حكملة معاملك حان الرضا إني لما عاملان دتك كلي يميد different background سوطا ستيك هولدرز حلقي أبا نكا منو بيسنس هاي وسن كور هينين انجينيرز كو حياله يا قبطان ما حياله يو باهينين اما الشقه ديبك لا مراي مركا انجينيرز كو حلا غرو مركا انو اوغادو قف كان لوقده واخ لوو شرحي كرو تصالحان ادو يهنين بزنس يقانا انو كلا هادلو قيبتا بجتك كونسترينج هدي او يهي نين انجينير اه انجينيرز كن نفتركود ايا واخا كجيرتو كوميونيكيشن كود مركا قار فيلد كل دوام مركا كي يمادان اني اسلامه وقت لوو باهيا مركا marka engineer ka marka wax looga baahan yahay marka fieldiga shaqada jooga duu la macaamilaayo dadka stock holders ka waa inuu marka koowaad ogaadaa qofkan background kiisa waxa uu yahay markaas ka bacdi luqadiis ugu fasiraa bismillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh gurin adan u faraxsanayna ka soo qayb galay barnaamijkan quruxda badan ee soo gaasintay yaadu binadir lagu noo magac dareey bilaaminta kulliyadaha warreen magaci waa hanad saciid maxamed waxaan ka socdaa kulliyada culuumta caafimaadka faculty of health sciences waxaan rabaa inaan wax ka fahmo kulliyada engineering waxa qaba laba su'aal warreen shaashu xilladahay waa maxay engineeriyad ama waa maxay engineer iyo maxay tahay sababta ay muhiim ugu tahay bulshada marka loo eego adduunyaha gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan jecelahay inaan raaciyo su'aal kale oo ah waa maxay qaybaha loo qaybiyo engineer ama engineeriyad maxay kala yihiin أنا أقول لكم أن سنتهاي سدح السؤال نقوي دي سواء أنا سدح سؤال مهمة وما حيرة إنجنيرين أكسر جوابي إنك استوى أنكو عدنا يو إنجنيرس ك والتول أما إنجنيرس كو هي هذه السدان حسابات ك هي ساينس ك سو وحليان بروبلم جرا محيا بروبلم كجرا سؤال شو السن السويدية لقيا بع problem ku jiro waxa noqon kara salaahan wadada aad magaalada Muqdisho number 4 inta badan jaamac laga kulma soo engineers ka marku xayalaha looga baahan yahay marku xakamida si ay jaamkaas u yareeyaan haday wadada ka dhigi lahayeen one way iyo haday wadada buundo kor ka mar lahayeen iyo haday wadada under the tunnel ay sameey lahayeen intaas oo clear engineers ka maxa wahaay laga marabay waxa laga rabaa waliba قيمة جوانا إنه كسميان وقت كوبان إنه كسميان هاي الوضع ضد ضن أيوة بحنا نستعمله لسمان وقت أيوة قاتها مركا إنجنييرز كمركا وتول أما بروبلمز كاسي حاليا أما سمتن الصبح أيوة صاران وبرشدة مهمة سؤال شلوا بعضه هي برشدة مهمة قطع برشدة هي مهمة قطع برشدة من أول بقى جوت أما قيب كستا أما فيلد كستا ما قبل أو فيلد قابرتي هيلث ساينس كا مشينيسكا استعماشينا وحكو بارتينو إذل إنجنيريسا صصار نوعو ضنانو وحاجرو فيلد اللي يريدو بايوميديكال إنجنيرين وواياهن دن بصوبحي ولوغو تلقى لي إني قلباتك عافماتك إني السميان قلبك عافماتك إني السميان سو مركا وحيالاها يوسف فولكا ما مهمد وقوين له وحكمي ده هدا ودن كينا سوماليا ورشادك مجرو inta badan shaqada ah ee sanno ama loo bedeyn maanta shaqada beledku loogu bedeyn xakamay waxa u maleen inay tahay transportation ka oo bajajka laakiin adduunka marka la joogo shaqada inta badan dadku waxay ugu bedeyn warshadaha wadankeena warshado ma laha wax soo saarka aad ugu yar soo markii yaa wax soo saaro yaa wax sameeyo yaa warshad sameeyo yaa aasaaso yaa naqshadeeyo yaa design gareeyo waa engineer hadii marka engineering ay san bulshada lahayn
bulshadaas wax badan oo society-ga oo noloshooda ka mid ah ayaa ka maqan. Marka engineeriska muhiim ayuu yahay, marka hal nuucna ma ahan, nuuc walba oo engineer.